يستمر مسلسل استهداف أبراج الطاقة الكهربائية مع ارتفاع الحرارة إلى نصف درجة الغليان. التصريحات الحكومية بدأت بالإشارة إلى جهات تحاول تخريب الجهد الحكومي في ملف الطاقة وإن لم تسميها. تلك الجهات تلجأ إلى استخدام عبوات ناسفة أو افتعال حريق أو سرقة محولات لتضاف إلى سجل التخريب المتواصل على مدار العقدين الماضيين. خلال السنوات الثلاث الماضية تكرر مشهد استهداف أبراج الطاقة، ففي النصف الأول لعام 2021 وحده سجل العراق أكثر من 60 خرقا لخطوط نقل رئيسة للطاقة وتعرضها للتخريب. أما في النصف الثاني من العام فحصلت تفجيرات لأبراج في الموصل وديالة وكركوك وصلاح الدين، فضلا عن ضرب خطوط تربط كركوك بأربيل لتخرجها جميعها عن الخدمة. وفي عام 2022 لم تسلم أبراج نقل الطاقة من الاستهدافات، ففي شهر آب تعرض خط ملا عبد الله القديمة الدور شمال سمراء لاستهداف بعبوات ناسفة ليخرج عن الخدمة، إضافة إلى استهداف خط هارثة حرارية القرنة شمالي البصرة أدى إلى انفصال خطوط النقل في المنطقة الجنوبية مع مدن الفرات الأوسط. أما هذا العام فعاد استهداف أبراج الطاقة الكهربائية على هيئات مختلفة، إذ تعرضت محطة البكر التحويلية في البصرة لحريق بالتزامن مع هذا الحادث. استهدفت أبراج نقل الطاقة في صلاح الدين بتفجير لتتوقف المنظومة الكهربائية في العراق بشكل تام. وبعد أسبوع واحد ضرب تفجير أبراج في سمراء. فمن الجهات المخربة وما مصلحتها؟ هذا ما يتطلع العراقيون إلى معرفته، خصوصا بعد إعلان التوصل إلى خيوط عنها.